السلام عليكم، معاكم هواري سعد، ماجستير في علوم الأغذية. تقريبا عدى أسبوعين من رمضان، كل سنة وانتم طيبين، الأيام بتجري بسرعة. فإن شاء الله في فيديو النهاردة أنا هتكلم عن العادات الغذائية الخطأ اللي احنا عملناها في الأسبوعين اللي فاتوا، علشان ما نعملش الحاجات دي تاني في الأسبوعين اللي فاضلين. رمضان يعني يعتبر فرصة عظيمة لأن أنت تحافظ على جسمك وتطلع مستفاد من الناحية الغذائية والناحية الصحية، وتعمل صيانة لجسمك وتحمي جسمك من الأمراض وتطلع مستفاد على قد ما تقدر. ففي فيديو النهاردة إن شاء الله أنا جمعت لكم حوالي 8 عادات غذائية خطأ إحنا بنعملها في رمضان، علشان لو احنا مثلا كنا بنعمل الحاجات دي في النص الاول من شهر رمضان، نحاول ان احنا نتجنب الحاجات دي في النص الباقي او في الايام او الاسابيع اللي باقيه. اول عاده غذائيه خطا او اول حاجه خطا احنا بنعملها الاكل الكتير. طبعا رمضان الفايده منه ايه؟ يعني احنا الكلام هنا عن الناحيه الصحيه او الغذائيه. يعني انا عارف ان الصيام ركن اساسي من اركان الاسلام وحاجه مهمه جدا، بس انا بتكلم على الصيام من الناحيه الغذائيه او الناحيه الصحيه. ليه الصيام بيحميك ويحمي جسمك؟ لان ببساطه ان انت بتحافظ على جسمك، بتعمل صيانه لكل جسمك، بتقوي الاجهزه عندك. لان انت لما بتصوم من اذان الفجر الى اذان المغرب، الفترة دي فترة انت بتعمل فيها صيانة لجسمك بشكل عام. طبعا للأسف احنا هنا مش بنستفيد من ده، لان احنا طبعا بعد المغرب بناخد كميات اكل كبيرة، وبالعكس بدل ما احنا نحافظ على جسمنا ونظبط وزننا، بنطلع من رمضان اللي هو مثلا عنده مثلا زيادة في الوزن ووزنه مثلا 100 كيلو، بيطلع بعد رمضان يبقى 110 او 120 كيلو. يبقى هنا هو ما استفادش من رمضان من الناحية الغذائية ومن الناحية الصحية ومن ناحية ان هو عايز يظبط وزنه او ان هو يخس يعني. فللأسف الشديد دي عادة غذائية خطأ احنا بنعملها، ان احنا بناكل او نملى معدتنا على الاخر، لدرجة ان انت يعني بعد الفطار تبقى مش قادر تتنفس ومش قادر تتحرك ومش قادر حتى تصلي. يعني لو انت حاولت ان انت مثلا تصلي بعد الفطار، تلاقي نفسك ان انت حتى مش قادر تركع حتى او تصلي الفرض اللي عليك، وبعد الفطار تلاقي جسمك كده ريح وعايز تنام. طبعا ده من ان انت خلاص يعني زي ما بيقولوا كده الاكل كبس على نفسك، فانت مش قادر تتحرك ولا قادر تعمل اي حاجة خالص. طبعا هنا انا مش بقول لك ما تاكلش يعني، لا، الاكل حاجة مهمة او الغذاء عموما حاجة مفيدة جدا، بس خليكم فاكرين دايما ان الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده. يعني زي ما الغذاء ده مفيد لجسمك، اكيد لو انت اخدت منه كميات كبيرة وكميات بشكل كبير، اكيد انت كده يعني هتضر نفسك. وملخص الموضوع يعني في آية واحدة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. رقم 2 في الاخطاء اللي احنا بنعملها في رمضان او العادات الغذائية الخطأ اللي احنا بنعملها في رمضان، ان انت بتعتبر ان وجبة الافطار هي الوجبة الاساسية. وطبعا ده خطأ. انا قبل كده قلت في فيديو عن الفطار، هسيب اللينك بتاعه تحت، ان احنا المفروض بنقسم الوجبات على وجبة الافطار ووجبة ما بعد الافطار ووجبة السحور. يعني بنحاول ان احنا نعدد الوجبات شوية، وده ليه؟ احنا النفس البشرية دايما ان يعني لما انت بتوصل لتفكيرك مش وجبة الافطار دي هي نهاية كل حاجة وهفضل كده جعان لغاية السحور، فانت كده هتملى معدتك على الاخر. لكن لما تدي نفسك احساس ان انت في وجبة تاني ما بعد الافطار، فانت يعني بتاكل جزء وتقول لا، ده انا لسه قدامي فرصة تاني ان انا اكل بعد الفطار وجبة تاني. معلومة طبعا في ناس كتير اكيد عارفة المعلومة دي، ان في علاقة طبعا بين تقسيم عدد الوجبات وبين انخفاض الكوليسترول في الدم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو هتاخد في وجبة الافطار 1000 سعر حراري، لا، انا عايزك هنا تاخد في وجبة الافطار 500 سعر حراري، وتقسم ال 500 سعر حراري التانية الى وجبة ما بعد الافطار. كل ما بتقسم عدد الوجبات عندك، كل ما بينخفض مستوى الكوليسترول في الدم، حتى لو هي كانت الوجبات دي هتديك نفس السعرات الحرارية. رقم 3 في العادات الغذائية الخطأ في رمضان: الاكل بطريقة سريعة. يعني اول ما المغرب يأذن انت بيبقى عندك احساس بالجوع مثلا، فتبدأ تاكل بسرعة. طبعا ده خطأ كبير وليه اضرار. اول ضرر ان انت هنا مش بتمضغ الاكل بطريقة صحيحة، والاكل بينزل بعدين بيعمل لك مشاكل في جهازك الهضم، لان هو ممرش بمرحلة تقطيع الطعام في الفم بالطريقة الصحيحة. دي حاجة. تاني حاجة ان الاكل بطريقة سريعة بيخليك تاكل كتير ووزنك يزيد.
لان طبعا انتوا عارفين ان الواحد بيشعر بالشبع بعد 20 دقيقة من تناول اول معلقة. فهنا انا عايزك ان انت تاكل على راحتك خالص، ومفيش حاجة، مفيش حد مستعجلك في حاجة، كل على مهلك، وحاول ان انت تاكل بشوكة علشان تاخد كميات قليلة، او تاكل بمعلقة صغيرة جدا بحيث ان هي ما تاخدش معاك كميات كبيرة، وتبدأ ان انت في وجبة الافطار بدل ما تاكل مثلا في 10 دقائق، لا كل مثلا في تلت ساعة او 25 دقيقة، يعني تاكل على مهلك خالص. رقم 4 في العادات الغذائية الخطأ شرب العصير، وطبعا ده انا عملت عنه فيديو فمش هتكلم على النقطة دي، برضو انا هسيب اللينك بتاع الفيديو تحت تقدر ان انت تشوفه. رقم 5 في العادات الغذائية الخطأ المشروبات الغازية، يعني في ناس كتير في رمضان بيقول لك علشان رمضان بيحب الحاجات اللي زي كده. طبعا المياه الغازية هنا اي حد دارس اغذية هيعرف تماما ان هي ملهاش اي قيمة غذائية تماما، ما تاخدش منها اي قيمة او فايدة غذائية خالص. رقم 6 في العادات الغذائية الخطأ في رمضان اكل الحلويات، يعني معروف رمضان بالحلويات بالكنافة والقطايف. طبعا هنا ده مش وقته خالص ان انت تاكل حلويات، انت مثلا لو وزنك زيادة الحلويات والحاجات دي هتديك سعرات حرارية اعلى، فوزنك هيزيد اكتر، فهتدخل في مرحلة ان السمنة المفرطة. فاحنا بنقول ان شهر رمضان يعني انت المفروض ان انت بتخس فيه وبتظبط فيه وزنك بالنسبة للناس اللي هم وزنهم مرتفع. انت هنا مش في حاجة ان انت تاكل حلويات في رمضان، ممكن تستبدل ده مثلا بالفاكهة او بسلطة الفواكه. وبالنسبة طبعا للناس اللي هو بيقول لك طب ما رمضان ده يعني هو يعني مش قادر، انا لازم اخد حاجة يعني لازم اكل الحلويات دي في رمضان، طبعا هنا الحاجة اللي انا هقولها دي غير علمية تماما، ملهاش اي اساس علمي او اي اساس صحي. لو هتاكل يعني حلويات تاكل حاجات بسيطة جدا بقدر قليل جدا، بس طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش علمي، كلام مش صحيح. رقم 7 في العادات الغذائية الخطأ في رمضان اكل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة. اللحوم المصنعة لان انت طبعا بتقول ان الدنيا رمضان والواحد صايم وتعبان لسه هيحضر اكل ولسه يسوي لحمة، فانت بتختصر على نفسك وبتجيب لحوم مصنعة او بتجيب وجبات سريعة. طبعا اللحوم المصنعة زي اللانشون وزي بقية اللحوم المصنعة يعني عموما الحاجات دي طبعا بيبقى فيها نسبة دهون مرتفعة، ده رقم 1. رقم 2 بيبقى فيها مواد حافظة، رقم 3 بيبقى فيها مواد محسنة للون والكلام ده. يعني من الآخر كده هي فيها مواد حافظة وفيها مواد كيميائية وفي نفس الوقت فيها دهون مرتفعة، فأنت هنا هتزود السعرات الحرارية بتاعتك وبرضه هتاكل أكل غير صحي. فمش معقولة طبعا انت في رمضان وبتعمل صيانة لجسمك وتاكل الحاجات اللي هي زي كده. طبعا هو هنا المفروض اللحوم المصنعة والوجبات السريعة تبقى حاجة يعني في حياتك انت ما تعملهاش سواء في رمضان او غير رمضان، بس طبعا المفروض في رمضان اكتر ما ناكلش الحاجات اللي هي مضرة زي كده. رقم 8 في العادات الغذائية الخطأ اللي احنا بنعملها في رمضان اكل المعجنات والخبز الابيض والبيتزا والمكرونات. طبعا الحاجات دي مصنوعة من الدقيق الأبيض اللي احنا دايما بنقول ان هو يعتبر حاجة ناقص في القيمة الغذائية، ودليل ان هو منزوع منه الألياف. الألياف طبعا قيمة غذائية كبيرة، فالحاجات دي طبعا في رمضان هتزود سعراتك الحرارية وهتخلي وزنك يزيد، وفي نفس الوقت انت مش هتاخد منها القيمة الغذائية اللي المفروض تاخدها من الحاجات اللي فيها ألياف، فنبعد برضو عن حاجة زي كده. رقم 9 في الحاجات الغذائية او العادات الغذائية الخطأ اللي احنا بنعملها اكل المقليات. الحاجات المقلية طبعا في الزيت زي البطاطس المقلية والفراخ المقلية والبانيه والحاجات اللي هي زي كده، طبعا الحاجات دي مضرة فما تعملهاش في رمضان، هتعمل لك مشاكل. طبعا انت هنا هتقول لي انت يعني مضايقها علينا على الاخر كل حاجة بلاش بلاش، لا انا هنا مش مضايقها عليك ولا حاجة، يعني الحاجات مثلا اللحوم والاسماك والفراخ والحاجات المقلية انت ممكن تعملها، تعمل مثلا سمك مشوي بدل ما تعمله سمك مقلي، البطاطس ممكن برضو تشويها في الفرن عادي، الحاجات اللي هي زي كده تبدل بدل ما تعملها حاجات مقلية تعملها حاجات مشوية في الفرن. اول حاجة هتاخد طعم كويس، رقم 2 هتاخد قيمة غذائية كويسة، وفي النهاية انا بقول لك يعني انت مش العملية انا مش مضايقها عليك ولا حاجة. الحاجات اللي انا قلتها دول يعني كام حاجة بسرعة، حوالي 4 5 حاجات، العصاير والمياه الغازية والحلويات والحاجات دي، متاح ليك ان انت تاكل اللحوم والخضروات المطبوخة والخضروات الطازجة والالبان ومنتجات الالبان عموما والبيض والسمك وكل حاجة متاحة ليك ان انت تاكلها في رمضان براحتك
عادي. وفي النهاية طبعا انت يعني زي ما بيقولوا انت سيد قرارك في موضوع الاكل، انت متاح ليك ان تاكل اي حاجة وكل حاجة، بس انت اللي بتحاسب على ده بعدين، انت اللي بتحاسب على الاكل الغير صحي. طبعا انت هنا النهاردة مش هتاكل اكل غير صحي في شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين هيجي لك امراض، لا ده بيبقى نظام انت ماشي عليه، ده بيبقى نظام روتيني انت ماشي عليه مثلا لمدة 15 او 20 سنة، بعدين هتلاقي نفسك جات لك بقى السمنة المفرطة والامراض بعدين زي السكر والقلب والضغط والشرايين وحاجات تاني كتير. بكده يكون خلص الفيديو النهاردة. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هتكلم معاكم عن فوائد الصيام بشكل عام، هحاول ان انا اعمل فيديو كده اوضح فيه الفوائد الغذائية والفوائد الصحية طبعا للصيام بوجه عام بيعمل ايه للجسم. وطبعا لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.